أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. معانا أستاذنا ومعلمنا وعمنا دكتور حسام موافي. أهلا بك دكتور. أهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب بصحة وربنا يبلغك رمضان ويسعدك بيه ويسعد الجميع للسادة المشاهدين إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور حسام لك طقوس خاصة في رمضان. قبل أن ندخل دكتور حسام اختار موضوع مهم جدا وهو موضوع الانفعال، لأن للأسف مرتبط عندنا الصيام بأن الواحد بيقول لك أنا صايم ومتعصب. لكن قبل كده احب اعرف حضرتك لك طقوس خاصه يعني في يوم رمضان. اتمنى ان كل واحد يسمعني كويس، يعني بيسمعوك بيسمعوا هذا التمني موجود او مثلا ينفذوا مش يسمعوا. دي بقى فيها كلام، انما هم بيسمعوك وبيحبوك. انا كنت امبارح في زياره لواحد صديق عزيز جدا عليا الاستاذ جمال وزوجته الاستاذه سهير، فراجع من محور وبنتي جنبي، عدت الاعلانات بتاعت حلقات رمضان، مسلسلات وصلنا 33 مسلسلات. وصلنا ل 33 ولسه ما خلصناش تمام. فانا يعني ده غير البرامج. واحد طبعا سطحي جدا جدا هيقول لي ما تطفي التلفزيون ما دام المسلسلات تعباك كده، ما تطفي التلفزيون. هقول له الناس ثلاث انواع. نوع مش هتفرق مع الحلقات دي خالص وهيأدي عبادته 10 على 10، ونوع مهما عملت فيه هو هيعيش قدام التلفزيون. لكن في النص اللي هو لو لقى جو كويس يبقى كويس، اللي هم الأغلبية، يعني مثلا ولد سنه 14 سنة، لو العدد الكم الرهيب من الحلقات ده مش موجود هيتفرغ لحاجة تانية. فأنا يعني في شوية لوم كده ما نعملهم في شعبان، ايه المشكلة يعني؟ او في شوال هذا يعني امر رمضان، يعني من المغرب بيستلموا الولاد صغيرين اللي هم او كبار لحد السحور. ما عادش كمان يا دكتور يعني حضرتك، يعني انا اقول لك حاجات، انه 24 ساعة المسلسلات شغالة، ما عادش زي زمان. يعني زي زمان كانوا يدونا فرصة نفطر. لا انت قبل ما تاكل المسلسل بيبدأ الحلقة وبعدين يفضل 24 ساعة تلاقي المسلسل في اي محطة من المحطات. من المسؤول عن هذا يا استاذ؟ من المسؤول انه يقول لهم مش كده يا اخوانا؟ مش ممكن شهر عباده؟ عباده يعني ده شهر رمضان، ده شهر خطير جدا، يبقى التركيز العجيب على الاعلام المسلسلات. يا ريت اعلام، يا ريت اعلام واحد مثلا يعلمني ديني ولا ايه ده؟ والله بنتي جنبي قاعده تعد، شفت المحور. هو يعني برضو الشيء بالشيء يذكر، يعني بيبقى في برامج دينيه كتير، في مسلسلات تاريخيه. لا مش كتير. مش كتير. لا مش كتير. او مش جذابه. انا خايف على 70-80% اللي هو حسب الجو. في واحد مش هتفرق معاه خالص، وواحد مش هتفرق معاه خالص. نجيب دول على جنب، لكن اللي في النص دول تفرق معاهم جدا جدا. يعني نعمل لهم جو كويس. والله كلام حضرتك كلام عظيم ومهم جدا، ولكن الدنيا مشيت كده ما فهمش مشيت ازاي. مش عارفين نفرق. ولابد لا لو انت عايز بنقدر. لما بنعوز حاجة بنقدر. بنعملها. بنقدر نعملها. طيب خلاص رمضان ده خلص. نستعد رمضان الجاي ان ما فيش كلام من ده. بس هو في نقطة يا دكتور حسام مهمة جدا. أي. هي انه أنا الأوان، وإن كان من زمان قد آن يعني. ان الناس عليا ان تختار بقى. يعني انت اعمل اللي انت عايزه، وعليا ان انا ان الناس تكون فاهمه مصلحتها فين. يا ريت. ولا تنساق وراء الاشياء. يا ريت يا يعني سلام. لابد ان ياتي هذا اليوم ويعمل مسلسلات. ما في ناس كتير بتعتبر ان شهر رمضان هو اعلان كبير عن المسلسلات بقى نشوفها بعد رمضان. يعني اعلان كبير بيقول المسلسل ده كويس، ده نص ونص، ده كذا ده كذا، وبعدين بعد رمضان يشوف. استاذ محمود يعني انا عديت 33، لو كل مسلسل نص ساعة وفي اعلانات ساعة. مش ده الواقع؟ صحيح. اعلانات ساعة. طب امتى هقعد مع اولادي؟ امتى هنقرا قرآن؟ امتى؟ ده شهر رمضان ده يا اخوانا مش ممكن. يعني لو اللي بيقرا التاريخ بقى ويقرا زمان كانوا بيعملوا ايه في رمضان؟ ده كان صحيح. وبعدين اللي يقول لك انا اصل في رمضان هاخده اجازة. ده نسي ان غزوة بدر كانت في رمضان. صحيح. بيحاربوا وماتوا. حرب اكتوبر رمضان. وحرب اكتوبر في رمضان. فهو يعني عايزين تدخل من حد كبير يوقف هذا. والله دي القضية الشائكة اللي بنقول فيها. ان كلما الانسان تعلم واستنهر ونور كده
هو يرفضها لوحده. برافو عليك، بس الواقع ان المتنورين اللي حضرتك قصدك عليهم، فسيبوا القطه دي صديقتي، دي ضيفه شرف كده عندنا، عجبها الكلام على فكره. انا ما بربيش قطط بس دي عايشه عندنا كده، الكلام عجبها وجت جت تشوف احكايات المسلسلات دي. يعني نتمنى دكتور الناس تسمع، ونتمنى الناس جاي نعمل سيستم ان ما يبقاش التنافس العنيف ده، ولا تترك الاشياء. يعني يعني احنا بنقول دايما الانسان لا يجب ان يكون معه، يعني لا يجب ان يكون ورا الحاجات، يجب ان يختار. هو ان شاء الله هيختاره، هيعمله حاجات كويسه. ايه ميزه ديننا؟ الوسطيه. صحيح، دي مش وسطيه. صحيح، الوسطيه يعني هي ما يميز الدين الاسلامي. دي مش وسطيه بتاتا يعني. صحيح، يعني هو نداء من الدكتور حسين موافي، وانا عارف حضراتكم اللي بتتابعونا بيقدروا دايما اراء الدكتور حسام، وانك انت بشكل عام باستثناء اذا كان رمضان او غير رمضان، انت لابد انك انت يبقى وقتك بتشغله بحاجه تبسطك وتحقق لك اشياء. وما انا عملت، طب انت بتعمل ايه بقى؟ بتتفرج على كام مسلسل؟ 7؟ انا عملت فكره كده مره، انت عارف انا درست كتير في كليه الطب طبعا، وما زلت فجبت مجموعات طلبه كده، الاول واللي بيجي مقبول واللي سقط، عشان اعمل عليهم دراسه. تخيل، لقيت السبب الرئيسي في فشل طالب وبالتالي في فشل اي انسان عدم تنظيم الوقت. صحيح، مظبوط. يعني لقيت الاول بيلعب كوره، يقول لي يوم الخميس عندي ساعتين كوره، بس منظم وقته. ايوه، اللي مش منظم وقته اعتقد انه فاشل. صحيح، اللي مش عارف ينظم وقته سايبها كده. فتنظيم الوقت مهم جدا جدا جدا. كيف انظم وقت وانا لو انا عايز اشوف حلقه ولا حضرتك بتشتغل؟ طيب. انت طيب بتشتغل الصبح في رمضان؟ بتفتح رمضان حياتك؟ قبل الفطار بشتغل. ما تشتغلش بعد الفطار بتاتا. تصلي وتنزل تصلي التراويح و بتمتع بالرمضان. طب لو حد قال لك ان في مسلسل ديني ولا تاريخي حلو تحب تطلع عليه؟ لا ما بحبش. طب بتتفرج على برامج دينيه؟ لا، ما هو مش بقى شيخ اصلا، هتفرج على مين؟ هو شيخ، الشيخ حسام. لا، قليل لما افتح التلفزيون، قليل جدا جدا يعني. طيب هل ليك طقس خاص لقراءه القران الكريم في رمضان؟ انت بتقرا، انا عارف انك بتقرا بصفه مستمره، لكن هل لرمضان طقس خاص؟ هو طبعا يعني حضرتك في دعوه دلوقتي ان التراويح ما تزيدش عن تلت ساعه. انا كنت بسعد السنه اللي فاتت ما صليناش تراويح. وسالت احد رجال العلماء الكبار، ممكن اصلي مع التلفزيون؟ لان كان مكه معانا تقريبا فرق 6 7 دقائق، ان هم بياخروا العشاء. فقال لي تصلي مع التلفزيون تحسب لك صلاه لكن لا تحسب جماعه. تمام. لقيته رد مقنع جدا يعني. فبقيت اصلي مع التلفزيون. انا مع مكه؟ مع مكه. يا سلام يا سلام. انا احب والراجل بيتكلم الامام انا اقول معاه بس في سري. فدي ممتعه جدا، حضرتك تخلص قران. صحيح، سماعا وبعدين تخلصه قراءه. هو ربنا سبحانه وتعالى قال يعني ليبلوكم ايكم احسن مش اكثر عمل. احسن. في ناس بتتنافس يقول لك انا ختمت القران 6 مرات و7 مرات. انا ضد هذا. ليبلوكم ايكم احسن عملا مش صحيح. اكثر عملا. صحيح. فانا لما اقرا القران ان شاء الله اقرا جزء بس السنه دي، هيبقى تلت ساعه قطعا مش هيخلص جزء في التراويح، لان لا في طبعًا. اوامر من وزاره الاوقاف جاء ولهم حق عشان الكورونا. انما ما كنت اتمتع به ان الراجل امام بيتكلم وانا قاعد اقول وقاعد، فبخلص جزء في اليوم. وبعدين هتقرا قبل ما تنام جزء، فهتبقى يعني هيبقى القران حبيبك في رمضان. حبيبك. صحيح، يعني تقرب له. وبعدين هيجي لك بقى يعني تفسيرات لحاجات كنت قريتها، يعني في ايه قريتها مليون مره لسه الاسبوع اللي فات ابتديت افهمها لما قريت بحث ان كل واحد له عمرين، عمر البطاقه وعمر بيولوجي انا حدده. ممكن حضرتك سابق عمرك او اقل من عمرك. وحتى بالفطره
ساعات تقابل ناس يقول لك ده ما شكلوش 70 سنه. صحيح. شكله 90. شكله او 60 او 50 يعني يقول لك ده مش شكلوش سنه يعني. فلقيتها في القران، والله اعلم التفسير، بس هي بالنسبه لي ده تفسير علمي كويس. سيدنا موسى حماه هو اللي اختاره يتجوز سيدنا شعيب. سيدنا شعيب، فبنته بنت سيدنا شعيب بتقول له ابونا شيخ كبير. كلمتين. انت شيخ كفايه يعني معدي ال 40 سنه. لانه احنا في اللغه العربيه الكهل هو الذي يعبر ال 40، بعد ال 40 تبقى كهل في اللغه العربيه. فهي قالت كلمتين شيخ كبير، طب ما تقول كبير بس. طب ما تقول شيخ بس. فهو 40 لكن سابق سنه. يبقى كل واحد فعلا عجبتني جدا ده يعني ايه يعني يا رب. دي مساله انك انت بتقرا وتتامل وتتدبر هتجيلك حاجات لطيفه، حاجات حلوه. طيب طبعا في ناس عارفين ان حضرتك هتشرفنا النهارده، فسالوا عن الضغط والصيام والسكر والصيام وجرثومه المعده والصيام والحاجات دي كلها، بس الاول حضرتك ما اخترت تكلمنا عن موضوع كويس وموضوع الانفعال في رمضان. أيوة. كل الناس بتبقى عصبيه. ايوه. وبيحصل الحلل بتضرب في بعضها وبتاع، بتحصل بشكل كتير يعني. هو العصبيه دي لو الناس تعرف بتعمل ايه وايه الطريق يعني كيف تكون عصبي، متهيألي هتفيدهم جدا. انا رمضان اللي فات الساعة 10 الصبح في أول يوم رمضان، أول يوم رمضان أولنا 10 الصبح، بقول لواحد مش عارف سيبونا احنا صايمين. زيك. قلت له ده الساعة 10 والنهارده واحد، مفيش حاجة عدت، ملحقناش يعني تتعصب كده. فالعصبية ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا جهاز في جسمنا لهذا، بس الفايدتي بس الفايدتي اللي هو اسمه جهاز العصبي؟ لا لا مليد. خالص مليد. يعني انا طالع علي اسد، حضرتك تخيل انت ماشي في الشارع لقيت اسد، محتاج ايه؟ محتاج عدد دقات قلب زياده عشان اجري. محتاج جلوكوز ما تحرقش لاني هستخدمه. محتاج عضلاتي تبقى قويه. في ماده بتطلع في الجسم بتعمل ده كله. تحفز. ده لو شفت الاسد. طب لو طلعت الحاجات دي من غير ما اشوف اسد ابقى بضر نفسي. ربنا عامل ده ريزيرف. الغده اللي بتعمل كده انا مسميها غده البخ. اما بعلمها اما حد يقول عدي بخ، اما حد يقول لك بخ تشتغل. انما هي ساكته. ان كنت جدع خليها ساكته. الغده اللي فوق الكليه اللي بتطلع الادرينالين، الناس كلها عارفينه. ولا ادرينالين بيطلع بيبهدل الدنيا. انا مش بهدله، ربنا ما عملش اذيه ليا، لكن عاملها لي احتياطي. انا مثلا في اي في ماتش كوره لازم ابقى مش عادي. لو انا بحرق السكر والانسولين موجود بنفس الطريقه تبقى كارثه، لانه هيخلص السكر وما لاقيش طاقه. فيطلع هرمون يقول لي انسولين ريح شويه، سيب له السكر هو عايزه دلوقتي، يقول لي قلبي زود شويه هو محتاجك، يقول لي عضلاتي اشتغلي اكتر، يا خليني اعرق عشان الطاقه اللي طالعه ما تحرقنيش، يجهز الجسم لكل الاشياء دي. فحضرتك انت لما بتعمل انفعال لمده ربع ساعه بلاش ضغطك يعلى. خطر جدا. محتاجه. خطر. انا محتاج الضغط العالي في موقف الاسد. لو طلع في مش في الموقف بتاعه تبقى باخ يعني. في ناس. طب هو الانفعال ما يعتبرش الموقف بتاعه؟ الانفعال ما انا بساله بتنفعل ليه؟ عشان صايم. عشان الاتوبيس ما وقفش. عشان صايم. مش مستحمل. كان بيشاور الاتوبيس ما وقفش، ضغطه يعلى ويعرق، وقال عدد قلبه تزيد وسكره يبتدي يعلى. ليه؟ طب ازاي الواحد يسيطر على انفعاله ده؟ خلينا واقعيين يعني، هي مسألة مش سهلة. واقعيين. في ناس بطبيعتها عصبية ولا ده مش طبي؟ لا مش علمي؟ ده طبي جدا. طبي جدا. الفصائل التالتة احنا متفقين. طب نتكلم بقى على اللي بطبيعته عصبي والصيام، دول نوعين هم. اللي الصيام بيعصبه اللي طبيعته عصبي. تمام. اللي الصيام بيعصبه اللي مش مستعد نفسيا للصيام. اللي الصيام بيعصبه اللي ما بيحبش الشهر ده. هو بيصوم تأدية واجب.
يعني ربنا قال صوم طبعا هيصوم، بس طب لا لا بأس يعني، لا بأس بابا، لا بأس يعني، مش تأديت واجب بمعنى ان هو تأديت امر، تأديت امر الهي بينفذه، بس تعبان زي اللي بيقوم صلي وقص له، هي هي تمام تمام. انها لكبيرة الا على الخاشعين، تقيلة فعلا. انا ليا كلمة قلتها لواحد مرة بحج كان هيموتني والله، حضرتك عارف مناسك الحج ثلاث خمسات، ايوه خمسة لو ما عملتهمش ما حجتش، وخمسة ما عملتهمش عليك دم، وخمسة اللي يعملهم زي اللي ما عملهمش. مظبوط. انا ممكن اعمل الخمسة اللي ما عملتهمش دول في ساعة وبحجيت، واذبح عن الخمسة التانيين، والخمسة التالتين ما همش قيمة، ما همش قيمة عن يعني كمنسك من مناسك الحج، في المناسك نبقى قبل الحج نعمل قعدة مناسك. ما حضرتك شرحنا الحكاية دي قبل كده، الخمس خمسات دي انا بقيت انسى ونعيد تاني. لا نعيد تاني، بس كان بمناسبة الحج بنقوله. هي الخمسة ايه؟ النية، ده في ثلاث دقايق، اللهم اني نويت حج بك، صح؟ والاحرام ثلاث دقايق، تقف على العرفة اي فترة قبل المغرب، اربع خمس دقايق، وتعمل طواف، وانزل طوف طواف الافاضة، واسع سعي الحج، خلص الحج. بيقول لي ده انا ممكن احج في ساعة، قلت له صح، ايوه صحيح، بس هناك فرق، ده برضه هنطبقه الصيام، بين اسقاط الفرض والثواب. شتان. انت الحج في ساعه ده وذبح وجري اسقط الفرض. يوم القيامه يا حسين انت حجيت؟ عدى حسين عدى. خدت ثواب الحج؟ لا ما خدتوش. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول حاجه هي الثواب على قدر المشقه. صحيح. كذلك الصيام. انت هتصوم وقرفان ومتنرفز وكده، انت اسقطت الفرض. لكن ثواب الصيام في السكينه. سكينه الانسان، هو انت بتصوم عشان كده. مش عشان تبقى عصبي وتتنرفز ضغطك يعلى وتخش المستشفى. ما ينفعش. فهي الصيام، بس الناس تاخده ايه ولو بعدت عن المسلسلات ضغطها مش هيعلى. لا بس بيتخانقوا بقى، ده عايز من المسلسل ده وده عايز المسلسل ده والقصص. في بيت فيه تلفزيون واحد دلوقتي؟ السبب كده؟ لا بيوت كتير. في بيوت كتير؟ كتير كتير قوي والله. يعني وفي من غير تلفزيون خالص؟ لا دي اظن صعبه شويه، بس يعني والله في باب الخل واحنا بنمشي في الاماكن لقينا تلفزيون مركون بايظ، ولقينا مفيش تلفزيون. انا عايز اجي معايا، ولقينا تيجي معايا ليه؟ ما انت طول ما انت ماشي في سكتك. لا والله عايز، طول ما انت ماشي في سكتك عايز تبص على الحاجات دي. ماشي، خش روح رود الفرج، سلي صيامك، وروح العسال في شبرا، وروح سير زينب، حوالي سير زينب هتلاقي ناس طيبه جدا وبتكافح وبيصوموا زي ما انت بتقول. بيصوموا بمزاج. انت عايز الناس تصوم بمزاج. تعرف حضرتك ان يعني الشهر شوال كله العياده باخد فيها ساعتين ثلاثه ازيد، يعني أنا عادة بخلص العيادة في أربع ساعات. إيه ده ليه كده؟ ليه؟ مناقشة في الإفطار. مناقشة. يعني يا فلان أنت ممنوع تصوم. الناس بتحب. أنت قصدك شهر شعبان؟ شعبان متأسف. أنا استقلت شوال. لا أنا متأسف. شهر شعبان العيادة أزيد ساعتين لمناقشة إنك تفطر. طبعا. يا حبيبي أبوس رجلك. أنت الصيام يضرك، ما أقدرش. الناس بتحب الصيام، الحياه بتبقى مؤلمه جدا جدا، الواحد يبقى فاضي بقول له افطر، حاجه صعبه قوي. طيب نروح بقى للضغط والسكر وجرثومة المعده. هبتدي بالكلى لان دول اخطر ناس. والصداع اللي بيجي لي يا دكتور، هل ده لما بيجي لي لما باكل حاجه ساقعه؟ الصداع ده يعني معظم الناس صداع نفسي. نفسي؟ بس صداع، معظم بس هو صداع عندنا، مش وهم يعني، ده ملعون. على فكره في نقطه عايز انبه لها كل مشاهد، اما اقول له دي حاله نفسيه مش معناها انه كذاب، مش معناها ان مفيش الم عضوي. يعني يقول لي بس سببه عضوي، انا بمثل. لا ده اللي بيمثل ده اسمه مالينجر، ده من اول لحظه بيطرد من العياده اللي بيمثل. انا مالناش دعوه، وعرفه بسهوله جدا الكذاب. يا صدري وكده بيتعرف. النفس يا اخوانا موجوع فعلا، بس ما فيش سبب عضوي. فمثلا واحد عنده مغص نفسي، عندنا مرض كده، اقول له لا دي حاجه نفسيه. يعني انا بمثل يا دكتور؟ لا انت ما تمثلش، انت ممغوص فعلا، ولكنك ما عندكش لا قرحه ولا ورم ولا التهاب بنكرياس ولا اي حاجه، انت سليم عضويا. طب نعمل ايه في الصداع النفسي ده؟
الصداع في ساعات الصيام يزوده. طب نعمل فيه ايه؟ حضرتك اشرب كميه ميه كافيه جدا من المغرب للعشاء للفجر. قله الميه بتبقى مشكله كبيره جدا لبعض المرضى. الصداع النفسي اللي هو العنقودي اللي بيجي في ام الراس كده ده عنيف جدا جدا، واحيانا حضرتك استعين بيه بقى ساعه الفطار باي حاجه من اللي انت بتاخدها. طب انا بعمل حاجه وبتجيب معايا نتيجه استشير حضرتك فيها، ان انا يعني ساعه بعد ما اخلص سحوري قبل ما انوي الصيام باخد حبيتين من ادويه الصداع بيعملوا معايا نتيجه كويسه. هل ده كلام مظبوط ولا يعني دايما الحاجات المسكنات العاديه يعني أنا مش عايز اقول اسمائها بس يعني انا بخاف منها جدا. بخاف منها جدا خاصه حضرتك صايم. تاثير هذه الادويه على الكلى تاثير خطير جدا. اقول لحضرتك رقم مفزع مفزع، كل 100 واحد بيغسلوا كلى 50 من الادويه. ركبي بتوجعني ما بيروحش للدكتور، بيروح للصيدلي يديله حاجه تضيع وتعجبه لانها فعلا بتضيع الوجع. خمس ست سنين فشل كلامه. فانا بحذر من الادويه خاصه اثناء الصيام. حضرتك ما تاخدش ميه. فالدواء بيبقى تقيل. هتديها دواء وتمنحها من الميه خطر مش كويس. يعني هنتحمل الصيام او حضرتك يعني ايه؟ خلاص انا عرفت ليه النصائح الثالثه. بعالج نفسي غلط كويس. يبقى ما ناخدش ادويه الا الضروريه قبل دي قاعده عامه في رمضان وغير رمضان، اللي هي ادويه ضغط، ادويه سكر، ادويه لو سمحتوا. الاسراف في الادويه خطير جدا جدا. تمام. يعني انا ما بحبش الروشتة اللي فيها مثلا 16 دواء. لو خد قرصين ادي 32 قرص في اليوم. كتير. انا ما بحبهاش. يعني الادويه بقدر الامكان نقللها. وفي عيانين بتحب الدواء. يعني ما هو ده جزء نفسي. ده جزء نفسي. بعد ما اكتب له الدواء كتبت لي فيتامين. انت مالك؟ عايز يتغذى. انت مالك؟ هو سوبر ماركت اديني كمان ربع جبنه واديني تمن زيتون. لا. ففي ناس بتحب الدواء. طب انا هستحمل الدواء ده من غير لا الفيتامين. الفيتامين ده مهم جدا. صحيح. طيب السكر احنا قلنا بقى في ناس تصوم وفي ناس تفطر. الكلى ممنوع صيام. الكلى الكلى ممنوع صيام. يعني اللي بيحصل يعني ايه كلى بقى؟ انا عايز اوضح. طيب وظائف الكلى مختله. في اللي بنقيس بيه وظائف الكلى ماده اسمها كرياتينين. لو الكرياتينين ده عالي ممنوع يصوم لانه هيدهور وظائف الكلى اكثر بالصيام. احنا بنصوم تقريبا 18 ساعه. 18 ساعه من غير ميه خطيره جدا جدا على الكلى. طب يعني خاصة عنده اي مشاكل في الكلى خاصه في السن الكبير. تمام. يعني 80 سنه 75 سنه وكرياتينين عالي اثنين لا. طب في ناس عندهم افكار كده غريبه شويه. ايه يعني؟ يقول لك الكلى عايزه ميه. طب انا هشرب ميه بس. يعني هشرب ميه من المغرب للفجر، من السحور لغايه المغرب هشرب ميه بس عشان الكلى تسكت وما اكلش، وده يبقى صايم. مش صايم بس مشارك يعني في الحكايه عشان ما يطلعش منها خالص. هل ده كلام ينفع؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. لازم ياكل. لا مش لازم ياكل، هو صايم كده. طب بيعذب نفسه ليه؟ لا بيبقى نوع من انواع المشاركه. يعني يفطر مع الاسره يبقى حاسس برمضان عشان ما يتحرمش من الونس الحلو ده. انت عارف حضرتك انا عندي مشكله كبيره جدا في اللي بيفطروا كمان، انه بيمشي على نظام البيت ما بياكلش. كانه صايم يعني بيفضل مستني مع اهل البيت لما يفطر معاه. يعني فانا بقول له لا انت مش هتصوم. طيب اذا مرضى الكلى يعيشوا الحياه الطبيعيه جدا جدا، يعني يتغدى الظهر ويفطر الصبح وياخد ميه كفايه وكده. تمام. المرضى السكر مجموعتين، في مجموعه معتمده على الانسولين ومجموعه مش معتمده على الانسولين. تمام. اللي معتمد على الانسولين ممنوع صيام قولا واحدا. اللي بياخد حقنه مش عشان الحقنه، ممنوع. عشان انت بعد ما تاخد الحقنه، لما سمعت فتوى قريب قال لك حقنه الانسولين ما بتفطرش. ازاي يا جدعان؟ انت لازم اول ما تاخد الحقنه تاكل. صح. يعني صح. يعني فتوى غريبه جدا بصراحه. كان طلعت موضه كده يقول لك الشطافه تفطر. شطافه التواليت؟
والله العظيم. وبعدين ما شاء الله. لا لا بس هو الفكره انه قال لك اللي ياخد حقنه ما بيتفطرش. طب ما هو ده لو ما كانش يموت. انا كلمت حبيبي يعني من علماء الازهر بقول له بيقولوا الشطافه تفطر. قال لي غلط. قلت له يعني ممكن اشرب من الشطافه. اللي بياخد انسولين ممنوع يسوق. تمام. هيضر اللي بياخد حبوب. اللي بياخد حبوب هنقول مجموعتين بقى. مجموعه اخر 3 شهور كان كويس. كيف عرفت؟ بالتراكمي. تراكمي 5.5 صوم. تمام. انت كنترول. تمام. 8.5 و10.5 و11 ممنوع تصوم. خلاص. ان كنترول، انت مش متوازن. حلو. فهو ده مرضى السكر. وسهله جدا، الانسولين يا اخوانا مش هيصوم. سكر واخد اقراص تشوف التراكمي. تراكمي حلو معناه ان اخر 3 اشهر كويس. تقدر تصوم. تمام. وخلي بالك في صيامك بقى لك تعليمات هقولها لك دلوقتي حالا. طب قولها لي من فضلك. القلب. لا تعليمات في ايه؟ تعليمات ان هو ما ياكلش اللي اتفقنا عليه في الحلقه. بتاع السكر؟ فطار غدا عشاء. تمام. فطار غدا عشاء. يعني المغرب جدا هياخد وجبه بسيطه جدا جدا. وبعد التراويح الوجبه الاساسيه، وقبل السحور وجبه، قبل الفجر. ده مرضى السكر اللي بياخدوا حبوب. او كل الناس. هم طبعا دي دعوه لكل الناس. كل الناس. بتعمل في دول عربيه كثيره يعني. كل الناس ما عدا احنا. يعني انا احنا نحب الوز والبطن ساعه الفطار وكده. لفيت العالم ما لقيتش حد بيفطر كده. خالص. كلهم بياخدوا حاجه بسيطه جدا. وبعد العشاء ياكل. صحيح. تمام. نيجي بقى ايه جرثومه المعده دي؟ جرثومه المعده دي نوع من انواع البكتيريا رزالتها وسخافتها انها بتعيش تحت الغشاء المخاطي. كويس. فالوصول لها بالادويه مش سهل. مستخبيه. مستخبيه. بتعمل مشاكل يعني طبعا طلع عليها زي اي واحد ما بيطلع عليه اشاعات انها بتعمل سرطان. ماشي. انما هي تعمل قرحه. فاللي عنده جرثومه معده لازم يعالجها. وتحليلها سهل جدا جدا. في تحليل بالنفس وفي بالبراز وفي الاجسام المضاده في الدم. فسهل جدا وعلاجها سهل جدا جدا. ودي عرضها يا دكتور حسام. بس هو ثلاثي. العلاج ثلاثي، 3 ادويه في وقت واحد. كويس. والحمد لله شركات كتير جدا ما تفطرش. عملت 3 ادويه. لا ما تفطرش. لا ما يفطرش. طيب. هو اللي هيفطر اللي عنده قرحه. طب عرضها ايه الجرثومه دي؟ يعني عرضها حموضه. بس. بس. يعني الواحد لما يجي له حموضه ساعات تكتشف صدفه. تكتشف صدفه. بس هي مشكلتها انها بتتنقل باللعاب. يعني حضرتك لو بتوكل ابنك بمعلقتك وانت مريض تعديل. بتتنقل. انا دايما اقول لاي حد عندي في العياده خلي بالك جوزك. مره بقول له واحده كده قالت لي لا ما بيبص. كويس. احنا لسه مش في رمضان. احنا لسه. فباللعاب بتتنقل. يعني ده خطورتها كده. طيب نصايح بقى عامه للناس في رمضان. اللي عنده ضغط الصيام ستريس. الصيام ستريس على الجسم. فاذا كان ضغطك ما بيعملش كنترول وانت صايم افطر. يعني اول ما بتصوم قبل المغرب تلاقي ضغطك بقى 200 على 100. لا اللعب ده مش كويس خالص. اللعب في الضغط مش كويس. رغم انه بياخد دواء لكن هو ضغطه بيعلى بالصيام يفطر. انما الطبيعي او معظم الناس اكتر من 90% اللي عنده ضغط يصوم ما عندوش مشكله. وهينظم ادويته مع من المغرب الى. طب في ناس بتبقى مرهقه من الصيام ولا تستطيع تاديه عملها ايا كان نوع عمله. ما بيقدرش يادي عمله حتى ب 20% من الكفاءه. فتلاقيه بس راح الشغل نام مثلا. مش قادر. هو فعلا جسمه مش قادر. تقديرك ايه المساله دي؟ تقدير انه نفسي. هو متعود الصبح ياكل او يرزع طبق فول فهو نفسيا بيبقى متغير. بقول لحضرتك استقبال رمضان هو استقبال نفسي قبل ان يستقبل بالجسم. استقبال نفسي. انت مستنيه ولا حامل همه؟ حامل همه مش هتقدر تمشي. طب بس مفيش حاجه طبيه بتقول ان الراجل اللي بيضرب طبق الفول الصبح بالاربع ترغيفه وبالبتاع نفسيا بيبقى تعبان جدا في رمضان. ده بيبقى تعبان جدا. ما نقدرش نقدم له حاجه في اثناء الاكل
تساعده زي ما عملوا لمعاوية بن أبي سفيان وعملوا صينية الكنافة؟ هل نقول له مثلا كل يعني بكمية أكتر ولا الصحور؟ تنصح بإيه؟ لا مش السحور، السحور ما نحبش الأكل فيه كتير عشان ما يتعبش. لا هو حضرتك ده إنما أثناء الأكل أثناء الفطار اللي هو بنقول الساعة 10 بالليل. هو عايز تربية نفسية. آه يعني أنت عايز تتربى من أول وجديد. تربية نفسية يعني أمام رجال دين من الأقوياء. الأقوياء جدا. اللي هو يعني نفسي كل واحد رمضان يجي وهو حبه يعني مستنيه. مش يعني ما نقولش يلا هو نصه فات ها فاضل قد ايه. صحيح صحيح. وبعدين شهر كريم وربنا يكرم الناس بيه. ليلة القدر ليا فيها فكرة عايز اقولها حلوة من فضلك. ليه ربنا خفاها والرسول خفاها؟ ليه؟ يعني اشار يعني من بعيد قوي يعني. وان كان هناك حديث يعني ما اعرفش مدى هي ليله القدر انه كان هيقوله بعدين ما قالش يعني ما اشك في مثل هذه الاقوال للنبي عليه الصلاه والسلام. وانا كمان اشك جدا يعني لانه اتى بالرساله كامله. ليله القدر استاذ محمود يا ريت كل واحد يسمعني ويا ريت رجال الدين اذا كنت غلطان يقولوا لي. بتقسم المسلمين زي السيراميك، فرز اول وفرز تاني وفرز تالت وفرز رابع. كويس. فرز اول هيقيم الثلاثين ليله لعلها، ما هو ما يعرفش امتى لعلها. فرز تاني العشر الاواخر، فرز تالت الاحاده من العشر الاواخر، وتر. فرز رابع ليله 27. تمام. اللي هيقوم 27 بس. ففعلا يعني ربنا يوم 26 رمضان ربنا خفاه عشان يقسمنا. مفيش مانع ابدا، دي فكره طبعا الله عمل كده كتير في حاجات كتير جدا. هو نفسه في يعني ناس فرز اول بيقيم رمضان كله كانه ليله القدر. وبعدين في واحد يقول لك لا سلام هي الرقم 27 في ايه عدد كلماتها 30. تبقى هي 27 قالوا فيها كتير جدا، قالوا كتير جدا، قالوا فيها. انا بقول لا هي تقسم. وكنا من واحنا صغيرين نعرف انها في العشر الاواخر، لما كبرنا شويه قال لك لا ده من يوم 17. ممكن تبدا من الوتر في 17 لغايه اخر رمضان. هي متقسم واحنا كلنا عارفين ان الجنه درجات. يعني هيخشوا الجنه بس درجات طبعا. ففرز اول وفرز تاني وفرز تالت. بس كل ده في الجنه. كل ده في السيراميك. كل ده في السيراميك. دكتور حسين بشكرك وكل سنه وحضرتك طيب. وان شاء الله تقضي صيام جميل انت واسرتك. ربنا يبارك ونراك على خير ان شاء الله. طيب ونشوفك بعد رمضان ان شاء الله. دكتور شرفتنا يا دكتور. ولسه عندنا حاجات في ابو خلف.